السلام عليكم، مرحبا بكم في دايدي ساوندي. اليوم غادي نقدم لكم قفص اللي نخدموه للارانب، يعني القنية. مكان اللي تولد فيه هو هذا اللي منا، المكان اللي تاكل فيه وتخرج هو هذا. باش خدمناه بهذا الكرياج اللي هو غير ديال الثلاجه. كيف ما كتعرفوا الكرياج هذاك القفص ديال الارانب كيكون غالي، هذا ما كيطيحش بقل من 30 درهم او نقولوا حتى 50 درهم، وهو في الحقيقه راه كيتباع 500 درهم 600 درهم. كيفاش كنديروا له؟ كنختاروا هذا الكرياج هذا وكنلاقيو غير بالسلك، كنربطو كنشوفو اي خشبه، 4 ديال العوارض الخشبيه اللي كنديرهم ارجل لهذا القفص، وكنديرو طوله لتحت. الطوله هي اللي الاوساخ اللي كتهود من عند هاد الارانب، كتهود مع هاد الطوره هادي باش ما تجمعش هنا لداخل، كتهود تطيح هنايا وكتهود حتى لتحت هنا في هاد الجهه. كنديروا لها شي سطر لتحت، ثم كاع الاوساخ كطيح تما، يعني ما غاديش تجمع. ثم عندنا هاد من هنا كنحلوا عليهم. كيفاش كنديروا لهم؟ غير السلك من هاد الجهه، السلك من هاد الجهه. مكان الولاده اللي مهم هو هذا، هي قرعة عادية كنثقبوها بهذا الشكل، كنربطوها من تحت وكنديرو لها هنا فتحة في هذه الجهة اللي هنا. هذه هي فين غتبقى تدخل الأرنب، هنا فين غتكون عندو الولادة. كنديروها واحد شوية عالية هنا باش حديثي الولادة ما كيخرجوش، تيكبروا بواحد هكا أسابيع عاد يقدروا يخرجوا من هنا ويجيو ياكلوا. في الأول من الأفضل يكونوا يبقاو غير داخل هنا. هذا هو الشكل. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، هو غالبا غادي يعجبكم لانه اقتصادي، من حوايج عاديين كنكونوا هذا القفص. ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، والى اللقاء.